في كلام الناس نجمنا ضيفنا هو نصيف زيتون. شوفوا التقرير هذا ونرجع مع بعضنا لكلام الناس. أبو الياس كما هو يحب يسمي روحه، الأصول سوريا، تحديداً منطقة الشام، أصول موشمهم على يده. عامل وشم لخطوط الشام بالطول وبالعرض إذا ماني غلطان. دمسكس كوردينيتس، إيه. العمر 27 سنة، الهواية السيريات الأمريكية كما جيم أوف ثرونز، ويلعب البلاي ستيشن والمصيد. المهنة فنان محقق النجومية على الصعيد العربي وحتى العالمي، مهنة موشمها زادة في يده. هذا ليك شوف مهلا نجمة. الترتيب في العائلة شاب بين زوز أخوات نانسي وأنس وأم وبو سامية والياس والكلب زوس. الصفات رومانسي مشاكس. كنت شيء يعني أنا عزبت أهلي على صغر. وعلى رأيهم هما أبضاي يا شودوس أنت تضع أختك يكي حاجة معه زين ضيفنا كان عام 2010 عام مش عادي بالنسبة لي. أنا كنت إنسان سوبر عادي. عام لقب فيه بنجم ستار أكاديمي. نصيف من سوريا بيحصل حقق بعض النجومية والنجاح. لنمبر دو فيو على اليوتيوب فاتت الملايين. غنى في السويد. موازين. لقاءات إعلامية. معجبين. أضواء. جمهور. وجوائز. 4 شهور داخل أسوار الأكاديمية كانوا كفيلين باش يقلبوا له حياته. ضيفنا اليوم نجم وعلى رأيه هو كل الأوقات الصعبة أنا أداوم. رحبوا بنصيف زيتون ضيفنا اليوم وما كالعادة بحضنا مهدي المولي. رحبوا به. مرحبا مهدي. تصفيق كثير على مهدي المولي اللي موجود معنا اليوم. به تحب نعيط لك نصيف ساعة تفهمني نتكلم بالتونسي أول زيارة لك في تونس. نعيط لك نصيف زيتون وإلا أبو إلياس. اختار أنت. اسمح لي أقول بس كلمة على السريع. الأساتذة حكوا وكفوا وفوا مساء الخير جميعا. بس بدي ترحم مع الشاعر انا اقول رحمه الله عليه. حكى كلمه بالريبورتاج قبل شوي في حدا في استاذ حكى كلمه كثير حلوه قال تونس ولاده. فبس بدي اتوجه بالرحمه له للبلد ولعائلته الله يرحمه. واكيد البلد كل اوطاننا العربيه وكل بلادنا العربيه ولاده. ومثل ما بقول نحن في عندنا مثل بيقول اللي خلف ما مات وان شاء الله يا رب تستمر. جد تعزيه رائعه جدا وبليغه جدا من عند الفنانه ماجدة الرومي نيابة عن عائلة الرومي الكل وهي من هي ونعرف أبوها شكرا الشاعر الكبير حليم الرومي غيره. فإحنا نشكرها من القلب وقت تجي تعزي من عند السيدة ماجدة الرومي نعرف زيادة أكثر قيمة ولاد أحمد ليس محليا وطنيا فقط بل وعربيا حتى عربيا. به تحب أبو إلياس ولا نصيف زيتون؟ والله لك أنا الوالد اسمه الياس إذا بتقلي أبو الياس معلش عايتوا لك أبو الياس أنا بفتخر الاثنين ما بتفرق معي. أنا بي اسمه الياس وعندنا بسوريا كل نصيف أبو الياس وكل ياس أبو نصيف وصدفت إنه الوالد اسمه الياس سو نصيف ولا أبو الياس اثنين عم تناديلي بشيء كتير بحبه. به ما نختاره نحن أبو الياس. بالشرف أبو الياس. أبو الياس نصيف زيتون أبو الياس أول مرة تزور تونس. أول مرة. شنو الكلام اللي سمعته على الجمهور التونسي على الأجواء في تونس؟ أنا كتير هي أول مرة إلي بتونس. أنا بتشرف إني يكون لأول مرة وأول مرة معكم هون مع الأساتذة. عندي بعض الأصدقاء التوانسة كانوا معي بالستار أكاديمي سو أنا أخذ فكرة عن يعني بفهم شوي الحديث هيك أسرع من غيري. الجمهور ما في منه استقبلونا استقبال حلو لكم دجا شوفوا الاستقبال وحنا قاعدين هون استقبال كمان أي. أحلى مع شوفوا الاستقبال كيفاش كان دجا اليوم في المطار دجا من المطار جيتنا طول أنت لهلا إيه من المطار جيتنا طول الاستقبال معناتها دجا الصور قاعدين نشوفوا فيها قعدت على علاقة من مشاركين توانسة اللي شاركوا معك في ستار أكاديمي النسخة السابعة سبعة في معنا بدرية نحكي من وقت لوقت بدرية بدوري أسماء زادة كيف كيف كمان أسماء انقطعت أخبارها ما بعرف عنها شيء صراحة معلموكش حاجة معت على تونس معلموكش كلام تونسي ما بلا عدنا 4 أشهر مع بعض قريبا أنا سألك بفهم عليك بسرعة بس إنه إذا بتحكي التونسي مثل ما بيقولوا البلدي شوي صعب أها. يعني كما كان أي جستم على ذكر ستار أكاديمي كما كانش ستار أكاديمي كان ممكن يكون نصيف زيتون نصيف معناتها من غير ستار أكاديمي أبو الياس كان ينجم نعرفوه اليوم كما شاركش في برنامج ستار أكاديمي أي إنسان طلع من برنامج هوات دفشوا البروجرام وعرفني على العالم كان منصة لتعرفني العالم بس
انا بالنسبه لي انا صرت هون وهلا عندك وعم ببرم العالم وعم بيق مش من ورا يعني انا ما بوقف مش من الاشخاص اللي بوقفوا على الاطلال. اوكي انا ربحت بروجرام بس انا بعد ما ربحت استغليت الفرصه وقدمت اعمال عملت البوم وهلا البومي الجديد ان شاء الله بالشهور القادمه سو صار هلا ما بيحكي البروجرام عني صار يحكي اعمالي. حاجه يعني مهمه ياسر انه جينيرالمون بعد ستار اكاديمي ولا بعد المسابقات ذا فويس ولا غيره مع تقريبا متبارين يختفيوا تماما ما عادش نسمعوا عليهم ما عادش نراوهم يقدموا وهذا غالبا ما يحدث. انت عملت الاستثناء. صعب لا مش استثناء انا خيي انا حاب اوصل انا حابب فوت بهالدومين انا حاب اكون فنان بغني انا بالاصل اذا نرجع لها بالاصل انا كنت ادرس غناء انا ما فت على خلينا نقول على الدومين الفني انا ما فتت دخيل انا حتى لو ما انعرفت وما فت لبروجرام وما انشهرت انا الدوله تبعي بعد ما اتخرج من المعهد العالي للموسيقى بتعطيني كارت نقابه فنانين يعني انا كانت اخرتي اكون فنان بس سأبت الامور اني انا صرت فنان ومشهور فنان ومشهور اما جوست ماذا بينا كانت تحكي لنا شفنا في فيتير قبيله عندك وشم يظهر لي في يدك ماذا بينا كانت نجم توريه لنا معناتها ديجا لشنو يرمز في فما سمعنا فما نجمه عندك نجمة. هيدي النجمه على هو تصير نجم كبير هيك معناتها انت معناتها عملت تتواج نتاع نجمه قلت لعلنا نولي نجم من بعد ان شاء الله النجم اكبر ديجا انت نجم هو في طموح اكبر بهيك وهيدا هو دمشقس كوردينيتس هيدا خطوط الطول والعرض تبع مدينة دمشق أنا حبيت أكتب دمشق عايدي ففكرت شوي قلت لحط الموقع تبعها أكتر أحلى فحطيت الموقع على ايدي هون دونك ان شاء الله النجم يزيد يكبر معناتها ان شاء الله يا رب يزيد يكبر. اليوم انت موجود في تونس في الهيت التونسي بزوز اغاني نامي على صدري و وأداها وأدود جوستومون ماذا بينا جوستومون نحب تصفيقه كبيره من الببليك شي غنينا نامي على صدري يلا تو سويت في كريمينس ما علت سوري سوري ولسه ما علت سوري سوري يا نفس على الخوان على الخوان سوري سوري وبفتخر اني انا سوري سوري وبفتخر اني انا سوري وتونس يا شمس ما تعرف غياب منا خطية تخفي الليل يا روحي يا روحي بندي ونسيك همومي عصادري وتعيشت الغمرة ليلي حياتي أحيا طوال عمر نامي عصادري وتعيشت الغمرة ليلي حياتي أحيا طوال عمر الليلة يبقى الصوت الممتاز صوت نسيف زيتونة باش نحاول نسنسك شوية معناتها بالكلام التونسي قلت لي ديجا استنست بالحفلة قلنا خلينا نشوفهم بعضنا لعل معناتها باش نعطيك كلمات بالتونسي قولي بالسوري كان تعرفهم شنو واليو مش بالسوري بالفرنسي معناتها بالسوري معناتها باللغة السورية اش معناتها مريقل ها مريقل باس هذه أغنية معناتها للعبقري مصطفى الدلاجي
انا تحياتي للاستاذ، انا بعتذر. مريقل معناتها ممتاز. ممتاز مريقل معناتها ممتاز. باه مش علينا، مانيش نعطيك اغنيه لنجله صعبه علي. لا اي مش صعبه، كان صعبه تعطيك اغنيه نجله، دونك اختك مش لازم ندلك اغنيه نجله. خير، شنو معناتها يهبل؟ يهبل يعني يجنن. يجنن باه، كل ما يجاوب صحيح راه تصفقوا عليه. ها باه، طب مش صعب شويه؟ طب مش عندنا كلمات صعاب. اما كل ما نجم تفرجوا فيهم في التلفزه. اش معناتك يا كرهبة كمال رني رني؟ كرهبة ضحكوا ليك، ما هني عرفوا مش راح اعرف. باه، يا كرهبة كمال رني رني. هي انا بعتذر، ما سيارة الاخ كمال بترن يعني. الله اكبر. باه، شوش تعدي ولا صعب؟ هذوما اغاني مصيفه، هذوما اغاني معروفه تونسيه، راه هذاك علي. باه نفهم معناتها انت، اما الكلمات حشنا بالكلمات، شنو معناتها هالكمون منين يا نانا؟ هالكمون منين يا نانا؟ يعني هالكمون من وين يا نانا؟ واضح. باه صحيح، والله صحيح، برافو. باه تو باش نقلب الانترفيو، باش تولي باش نعطيك عناوين من اغاني نتاعك، قولي في شكون تقصد كل مره وتغني لي مقطع صغير من الاغنيه. شكون اللي باش ترميه ببلاش؟ برميه ببلاش اذا بدك، هي الغنيه عاطفيه، بس اذا بدنا نفوت هلا لقلبي لجوا، هالخمس سنين اللي مروا على كل وطننا العربي صراحه، وبالذات على بلدي سوريا، نحن عم نواجه ازمه حقيقيه. الله يمضيها خير. و أنا دائما عندي الأزمة ما بتكون أزمة سياسية ولا أزمة، الأزمة بس يكون في دم ودمار وفي أشخاص عم بتموت، يعني الله يمضي عافية، الله يرحم كل الشهداء بكل المناطق. إن شاء الله ربي يعوض خير على الشعوب العربية كلها. أقول لك لرميك بلاش غنية؟ بيان سور. يلا إيه. لا كردي. يا مهدي كردي سول. إيه. لا والله ما بيعه لرميك ببلاش، يلي ما تتمن والثمن غشاش، خذينا الريتم ونواصلوا مع بعضنا. مادام خذينا الريتم، باه شنو اللي مش عم يضبط معك؟ اعشق غيرك. لا والله صلي على النبي. انا المحبه من عند الله يا رجل، صلي على النبي. هيدي بقولها لاهلي، لعائلتي الصغيره ولكل العالم اللي بتحبني. ليك نعمه المحبه هي بحب اعتبرها نعمه، انه شخص بس لانه نحن بنغني. هلا انا بقول انه انا بشتغل، انا بغني، انا فنان مثلي مثل الكل، وفي فنانين كتار، بس لنكون صريحين انه تصير العالم تحبك حتى لو كنت فنان، هي انجاز. هذا شيء، لانه المحبه من عند الله بتجي. فانا بقول للي بحبوني كلهم، مش عم تزبط معي كمان اعشق غيرهم. اي قولها لهم بالغنية. قول كمان نفس الشيء، نفس الجو. أنا مريض وحمتي واحد وسبعين، أنا مريض وحمتي واحد وسبعين، وما أقدر أغمز عين من عينك وسبعين على ويلي، على صدرك غابت المرمر، على صدرك غابت المرمر، وسبعين هو خصايل شقر من لون الدغاب. يابا يابا ويلي 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 يا ويلي.
صفك معي أعشق غيرك لا والله مش عم تزبط معي اشكي غيرك قول الله حبك عمل يدمن ماشي بدم الشريان ساكن خلايا عقلي نسيني حتى النسيان حقيقة لمست بيدي شفتها بقلبي وعيني يمكن جن ويمكن موت أما انسى ما فيي مش عم تزبط معي اعشق غيرك لا شعرك في نصيف تعبر على كل شيء غل تعبر على كل شيء توب بروفيشنال ثانك يو شكرا قلب قلب مفتوح وموهبه كبيره ياسر لطف عليه من القلب خاصه مفتوح. في الارتجال تعرفون في عمليات القلب المفتوح سي رجال عملناها سلامة قلبك اهلا وسهلا باه رانيا صوته مزيان وهو مزيان وكل شيء مزيان حبيبي البنات موافقينها بالليلة البنات موافقينها على الدير حتى الاولاد حتى خالد زاد عمل جو ما شاء الله ما شاء الله جورج وسوف ان شاء الله انت على المستوى زقفه للاستاذ جورج وسوف بالحق بالحق برهوم ابراهيم انا بطبيعتي اعشق اخواننا الشرقيين يعني عشت 15 عام غادي وخصوصا بلاد الشام واكثر كلمه لفتت انتباهي لان سوري سوري عظيم سيبك من السياسيات والاحزاب والرئاسات سوري قال لك خمس سنوات اللي مرت على الوطن العربي الكل نرماها ويدور ينساها الوليد الوليد هذا في قلبه خير كثير يعني فهمت الله على خير كثير وحب بلادك يا ابني وبلادك راي هي اللي تعليك سيبك من ال شد زين كرمال الله فينا نزقف له انا من الاول صدقني ما فهمش منكم برشا بس على كل يسحق تصفيقه برهوم برافو برهوم باه اقبال اقبال الساعه بنعطيكم موعد ان شاء الله بقدر ربي وين باش يكون موجود نصيف زيتون الحفل باش يكون نهار الجمعه تبع شويه نقول لكم وين باش يكون وشكون معاه ما نجمش خليك تمشي كان ما تغني لي بطبيعه غنيت انا نامي على صدري مازال سينجل هيت الثاني اداها وادود بدك تحبوا تسمعوها على الببليك داير حتى اللي يسمعوا فيها في الاذاعات الكل نسمعوها تو سويت اداها وادود من عندك نصيف شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة قولي شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة قولي ليه وشو ما صار علي أنا موجود كل الأوقات الصعبة أنا قدا وقدود ايه وشو ما صار علي أنا موجود كل الأوقات الصعبة أنا أدع لك بحبك ودخلك يا ربي وتحميلي أنا معاه وشو ما صار علي أنا أدع وقدود شو ما صار علي أنا موجود أداء وأدود سينجل هيت مكسر الدنيا تنجموا تسمعوا السينجل هذا إن شاء الله نهار الجمعة في البلاس بيكون موجود جاي لفيش موجودة تنجموا تشوفوا نهار الجمعة في البلاس نهار 8 أفريل مع أميمة طالب النجمة بتبيعها أميمة طالب شكون موجودة شكون آخر دجاج مش يكون موجود معك أميمة طالب
وصفي نار. صفي نار. نعم. دونك أمي مطالب وصفي نار والنجم بتشرف. نصيف زيتون. دونك نهار الجمعة عندكم موعد مهم. تشرفونا. أهلا وسهلا بكم. خليك تتوجه الكاميرا مقابلتك للجمهور اللي يتفرج فيك وشنو تقول له على السهرين تاع نهار الجمعة مسبقا. أنا بدي لهم بكل هيك بكل عفوية وكل بساطة تشرفونا يوم الجمعة باللو بالاس لنعمل حفلة فيها محبة فيها ألفة. أنا بتشرف بكل حضور أي شخص واللي لسه ما فكر يجي يفكر يجي. ثانك يو. حب تحية كبيرة برشا مرة أخرى على نصيف زيتون.